السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف العاشر، حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية. وصلنا بحمد الله إلى درس الثبات في حياة المسلم. حث الإسلام سبحان الله على الاستقامة وأمر بالثبات عليها، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله فاستقم. فالاستقامة تكون على استخدام الحق وطريق الله تعالى، وطريق الله تعالى مستقيم، طريق حق يعطيني السعادة في الدنيا والآخرة. في بداية الأمر نأتي إلى مفهوم الثبات، وهو دوام الاستقامة على التزام شرع الله تعالى، ويستطيع المسلم بثباته على الدين مواجهة كل الظروف والصعوبات التي تحيطه من وسوسة شياطين، اتباع هوى، ويعينه الثبات على الدين أيضا، فيكون هناك بالصبر على المصائب، وفي ذلك أجر عظيم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالثبات دوام الاستقامة على التزام شرع الله تعالى. ما دور الإخلاص في الثبات؟ الإخلاص يرتبط ارتباطا وثيقا بالثبات، لأنه من أبرز دواعيه، فكلما كان الإنسان صادقا مع الله تعالى زاد ثباته، فلا يرجو إلا رضا الله تعالى ولا يقدم أحدا على طاعته، فتكون البشرى من الله له بالحياة الطيبة وحسن الخاتمة والفوز بالجنة، لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الآن أخذوا الدعم من من؟ من الله تعالى، والدعم ووجود الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالثبات على الحق يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى العزيمة. نعم، نماذج من الثبات. أول نموذج، سبحان الله، كل الأنبياء والصحابة أعطونا خير الأمثلة على الثبات على الدين الإسلامي، ومن ممن هم ثبتوا من الأنبياء والصحابة نبدأ بالأنبياء، وسميوا بأولي العزم، وهم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلوات الله عليهم جميعا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ بثبات سيدنا نوح عليه السلام، وقد دعا قومه إلى توحيد الله تعالى 950 سنة دون كلل ولا ملل، ولم ييأس من دعوهم. أما ثبات سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما دعا عليه السلام أباه وقومه إلى عبادة الله وترك الأصنام، وبعد ذلك وضعوه في النار جزاء إصراره على عبادة الله وحده، فقال الله تعالى جزاء صبره: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بالرغم من كل ذلك بقي إبراهيم عليه السلام ثابتا على دعوته، مشفقا على قومه، داعيا لله لهم بالهداية. ثبات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشتد أذى المشركين في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لجأ إلى الطائف يدعو أهلها لنصرته وحمايته، أساءوا إليه، حرضوا صبيانهم وعبيدهم وسفهاءهم على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك الله تعالى أيده بالنصر لأنه كان على حق. أثر الثبات في حياة المسلم. الثبات من صفات المؤمنين الصادقين، قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمسلم بثباته، بتمسكه بالدين، الله تعالى سيحيطه بالمحبة والرضا والطمأنينة، ويعتز بدينه فلا يبيع آخرته بدنيا. من الأمور اللي بتعين المسلم على الثبات الإيمان بالله، استشعار رقابة الله تعالى، اتخاذ الصحبة الصالحة، والتفكر في خلق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. سبحان الله، الموضوع ليس بكثرة الأعمال،
الموضوع بالحرص على متابعتها والمداومة عليها. فلو حرص المسلم على صلاة الضحى ركعتين كل يوم ركعتين وهي أقلها، خير له أن يصلي كثيرا لصلاة الضحى ثم يبتعد عنها لفترة طويلة. فالمسلم يثبت ويصر على الحق، والله تعالى يعينه على ذلك الحق والثبات. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.